نروح مرة تانية لزميلتنا دينا نعرف منها موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل المسلسلات. تفضل يا دينا. شكرا لك يا بسنت. ودلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. يا ياسين بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيبيهاته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومقصوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المهام ده. المره الجايه لو كيفك جابك انك تتعنطر تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تزحى جدعها. انت ايه اللي سابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا بقى فين اللي بتخلي معاه؟ ايه؟ موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للرقب. هو ينفع يعني السلحة في ساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ صناع مسلسل الكتيبة 101 انتهوا من تصوير كل مشاهد العمل قبل انتهاء عرضه بثلاث أيام، وده لأن المسلسل مكون من 20 حلقة وبيرصد حكايات شهداء وأبطال قوات الجيش بالكتيبة 101. المسلسل قام ببطولته الفنان عمرو يوسف وأسر ياسين وخالد الصاوي فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ولبلبة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة. الفنانة نهال عنبر اتكلمت عن مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101 وقالت المسلسل من الأعمال الوطنية اللي بفتخر بمشاركتي فيها، ولم أتردد لحظة على الدور، ولو اتعرض علي أعمل مشهد واحد في عمل وطني زي الكتيبة 101 هعمله وأنا فخورة بكده، ولما أطلع أم بطل دي حاجة كبيرة جداً. الفنان وليد فواز اتكلم عن دوره في مسلسل الكتيبة 101 وقال الحمد لله اني نجحت في تقديم شخصية ابو اسامة بشكل مقنع، والمسلسل ككل حالة نجاح كبيرة، وانا سعيد جدا بالموضوع ده خصوصا بعد ما جات لي اشادات كتيرة بخصوص الشخصية وطريقة كلامها. فواز قال كمان ان الاعمال الوطنية حاجة مفيدة جدا لكل ابناء الوطن لانها بتنمي الوعي وبتظهر الحقيقة الغايبة، وبتقدم اجزاء بسيطة من واقع البطولات اللي قدمها رجال الجيش والشرطة. الفنان ياسر جلال عبر عن فخره بالمناظر الجميلة في أنحاء مصر واللي شاهدها خلال تصوير مشاهد من مسلسله علاقة مشروعة، وقال ياسر صورنا بعض مشاهد العمل في محافظة أسوان وكنت منبهر جدا لأن دي كانت المرة الأولى اللي رحت فيها أسوان وشفت بلدنا جميلة ومليانة بالأماكن الرائعة. كمان عاوز أقول إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم السنة دي أعمال متنوعة ومشوقة وممتعة، بشكرهم على المجهود ده لأن في شيء مشرف بنشوف في الأعمال الدينية بترجع مرة تانية زي رسالة الإمام. الفنانة دنيا سمير غانم موجهة الشكر لضيوف الشرف اللي ظهروا معاها في مسلسل جت سليمة، من بينهم صلاح عبد الله وسلوى عثمان وفتوح أحمد وكريم عفيفي، ونشرت دنيا صور معاهم من كواليس المسلسل على حسابها في تويتر وقالت شكرا لكل النجوم اللي نورونا وشرفونا في مسلسل جت سليمة. من ناحية تانية الفنان صلاح عبد الله علق على المشهد اللي قدمه في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة مع دنيا سمير غانم وقال هو مشهد واحد في الحلقة الأولى بس لعبته بحب وبمزاج حبا في بنتي الغالية دنيا سمير غانم. النجمة يسرى احتفلت مع فريق عمل مسلسل ألف حمد لله على السلامة بختام تصوير آخر حلقة بعد 4 شهور من العمل المكثف، وحرص طاقم العمل على إقامة احتفالية صغيرة جوه موقع تصوير آخر مشهد بحضور أبطال المسلسل وصناعه بالكامل مع التقاط عدد من الصور التذكارية. المخرج ماندو العدل قال كمان إن هو سعيد جدا بالشغل مع الفنانة نيلي كريم، خصوصا انه صعب على المخرج يلاقي فنان جريء وعنده قدرة على التلون في ادواره. ماندو قال كمان انه لما اتكلم مع نيلي عن طبيعة المسلسل والشخصية الصعيدية كان عارف انه هيكون عنده تخوفات او عندها تخوفات، خصوصا انها ما قدمتش قبل كده عمل بطابع صعيدي.
الملحن محمد رحيم أكد أن تترات المسلسلات في الأعمال الدرامية في رمضان مختلفة ومميزة، وأنه بيحب يقدم تترات الأعمال الدرامية خصوصا لو أن في إجماع على نجاح تتر مسلسل عملة نادرة ونجاح العمل بشكل عام. وقال رحيم أن فريق العمل عادة بيجتمع لاختيار مطرب المسلسل، وتم اختيار إنكينج محمد منير لغناء التتر بالإجماع. الفنانة إلهام وجدي اتكلمت عن دورها في مسلسل كشف مستعجل بشخصية ليلي، وقالت بذلت مجهود كبير جدا في الاستعداد لشخصية ليلي، وقالت ان مشاهد الأكشن اللي قدمتها كانت صعبة جدا، وحصلت على تمارين وتدريبات قاسية علشان تقدم الشخصية بشكلها وأسلوبها اللي ظهر للجمهور، وكانت ردود الفعل إيجابية جدا. وبكده خلصت نشرتنا الفنية.